مشاهدينا في الأنبار، حيث وجه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني خلال زيارته محافظة الأنبار، وجه بإزالة التجاوزات على عمود نهر الفرات وتأهيل ضفة النهر المقابلة لنواعير مدينة هيت والاستمرار بأعمال كري وتنظيف النهر، فيما كشف عن سعيه بالتعاون مع وزارة الثقافة على إدخال النواعير على لائحة التراث العالمي. وجهنا بموضوع رفع التجاوزات بكل أنواعها على محرمات الأنهار، على رمي الملوثات وعلى الحصص المائية أيضا. هذا الموضوع مهم جدا حتى نحافظ على الجمالية. زرنا الموقع الثاني اللي هي موقع العبارة السلكية في هيت. هذه العبارة السلكية هذه عبارة انشئت في السبعينات حقيقة. هذه كانت الهدف منها قياس تصاريف النهر في منطقة هيت على نهر الفرات. هذه تعتبر أيضا جزء من حضارة وتاريخ الوزارة وتاريخ العراق. هذه العبارة حقيقة أني راح أتكلم مع معالي وزير الثقافة والآثار، وهو رجل حقيقة حريص جدا على هذه المواقع الأثرية، وإن شاء الله نعمل على إدخال موقع النواعير إلى لائحة التراث العالمي. أوجه سيادتي بالتعاون مع كافة الدوائر الخدمية وبالأخص مقامية هيت مع دوائر الوزارة لأجل إدامة هذا المعلم الحضاري والمتنفس لأهالي هيت، إضافة إلى توجيه معاليه بإنشاء تاكسي حجرية على الجانب الأيمن لنهر الفرات بطول حوالي 300 متر للحفاظ على